أبو أحمد من الرياض تفضل أبو محمد طيب من الرياض تفضل كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول يا شيخ الزكاة باقي علي باقي على عندي مبلغ من المال من المال وباقي عليه شهر وكم سنة هل عليه زكاة ولا لا؟ نعم يقول بقي على اتمام الزكاه شهر فضيله الشيخ هل يدفع الزكاة وقد بقي عليها شهر من الحول؟ نعم، هذا يسير، يعني الحول تم إلا يسير يتسامح فيه، وإذا أخر إلى أن يمضي الشهر ويتم الحول فلا بأس بذلك، نعم.